اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناه دكتور كارلوس تيبس. حلقه جديده ان شاء الله هتستفاد بيها، ولو عجبتك الحلقه واستفدت بيها ما تنساش تعمل لها لايك وكمان تعمل شير عشان تعم الفايده ويستفاد بيها كل اصحابك. لو لسه ما اشتركتش معايا في القناه يا ريت تعمل سبسكرايب في القناه وكمان تفعل زر الجرس عشان تتابع الفيديوهات الجديده اول ما تنزل وتقدر تستفاد بالمعلومات اللي بنقولها في الفيديوهات الجديده. موضوعنا النهاردة شيق ومهم جدا، ويمكن اتكلمنا فيه أكتر من مرة، لكن من كتر التساؤلات عليها عن المينوكسيديل واستخدامه ازاي وايه هي أعراضه الجانبية، وهل لما نوقفه بيبدأ يتساقط الشعر مرة تانية، وايه هي أهم استخداماته. من كتر الأسئلة اللي اتسألت عليها عن المينوكسيديل، رغم اللي أنا عملت يمكن أكتر من 3 أو 4 فيديوهات عن المينوكسيديل، هسيب لكم برضو عملت قائمة تشغيل بالفيديوهات دي، هسيب لكم رابط قائمة التشغيل اللي فيها كل الفيديوهات الخاصة بالمينوكسيديل في وصف الفيديو تحت. لكن من كتر الأسئلة اللي بسأل عليها عن المينوكسيديل، النهاردة هنعمل حاجة زي دردشة عن المينوكسيديل ونتكلم ونجاوب فيها عن المينوكسيديل باستفاضة. نبتدي الكلام ونقول ايه هي مادة المينوكسيديل. مادة المينوكسيديل دي هي المادة او العلاج او المادة الفعالة اللي داخل علاجات كتيرة جدا تحت مسميات تجارية مختلفة. يعني اسم المينوكسيديل ده هو الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري. يعني المينوكسيديل ممكن يكون تحت اسماء تجارية مختلفة موجودة في بلاد مختلفة. على سبيل المثال، مثلا في بعض المنتجات اسمها هير باك، وفي بعض المنتجات اسمها بيرفكتو ديل، وفي كمان الهير جرو، وفي الافوجين، وفي النيوكسيديل، في اكتر ده على سبيل المثال، وفي انواع تانية كتيرة جدا تحت مسميات مختلفة حسب البلد اللي انت عايش فيها. مجرد ان انت بتقول للصيدلي مادة المينوكسيديل، هيبقى عارف الصيدلي ايه هو المينوكسيديل، وهيعرض عليك اكتر من منتج، وحضرتك تختار المنتج المناسب لامكانياتك والمتوفر في بلدك. مادة المينوكسيديل في الاول، اول لما اكتشفوها، كانت معمولة لعلاج مرضى الضغط المرتفع، بتستخدم عشان تقلل الضغط المرتفع. لكن اثناء التجارب والابحاث وجدوا ان الناس اللي بتستخدمها بدا يطلع لها شعر في مناطق مختلفه من الجسم، فبداوا يعملوها على هيئه جل او بخاخ او كمان فوم موضعي لعلاج تساقط الشعر وانبات الشعر. وفعلا خد FDA approved، اللي هو موافقه من منظمه الغذاء والصحه العالميه، اللي هو العلاج الوحيد لحد دلوقتي المستخدم في علاج الصلع الوراثي ويستخدم في انبات الشعر. موجود بتركيزين، مينوكسيديل 5% ومينوكسيديل 2%. المفروض ان 5% ده معمول عشان الرجال، وال 2% معمول عشان السيدات. لكن في بعض الاحيان وفي بعض الحالات اللي بيكون فيها تساقط زيادة عند السيدات، الدكتور ممكن يكتب التركيز 5% للسيدات عادي خالص. وكمان هو اصلا وجدوا ان 2% تركيزه بسيط وفعاليته بسيطة، فمعظم السيدات والرجالة بيستخدموا التركيز 5%. لكن برضو ملحوظة ان التركيز 5% مكتوب عليه للرجال، والتركيز 2% مكتوب عليه للسيدات، لكن مفيش مشكلة منه خالص ان السيدة تستخدم التركيز 5%، مفيش اي مشكلة. طب طريقة استخدامه، بيستخدم 6 بخات موزعة على فروة الراس مرتين في اليوم بالنسبة للرجال، لو التركيز 5%. لو السيدة هتستخدم التركيز 5%، تستخدم 6 بخات مرة في اليوم لو التساقط بسيط. لكن لو التساقط شديد او الفراغات كتيرة، نستخدم مرتين في اليوم عادي خالص، مفيش اي مشكلة. طيب ايه، في كمان اكتر من فورمولا موجودة في الاسواق، في على هيئة لوسيون او سبراي، وفي على هيئة فوم، وفي على هيئة جل. ايه الفرق بينهم؟ ان اللي موجود على هيئة لوسيون ده فعاليته اعلى من الفوم والجل، لكن طريقة استخدامه واحنا بنستخدمه على فروة الراس ممكن يسيل ويجي على الجبهة او على المنطقة دي، فبالتالي هو تأثيره موضعي وبيساعد في انبات الشعر في المنطقة المستخدم فيها، فممكن يسيل على الجبهة او المنطقة دي وبيساعد في انبات الشعر في المنطقة دي، وبيبقى شكله محرج بالنسبة للسيدات. فالفوم بيكون مناسب للاستخدام لانه ما بيسيلش، بيبقى اسهل شوية في الاستخدام، لكن فعاليته اقل من اللوسيون.
كمان ان الفوم ما فيهوش ماده اسمها البروبيلين جلايكول. ماده البروبيلين جلايكول دي اللي فروه راسهم حساسه بزياده، هي موجوده في اللوسيون، فممكن تعمل لهم بعض الالتهابات الحساسيه، مش اكيده 100%، لكن هي ممكن تعمل التهابات وحساسيه لو فروه راسك حساسه بزياده. اما الجل ممتاز جدا للاستخدام على اللحيه، لان المينوكسيديل نقدر نستخدمه على فروه الراس، وكمان نستخدمه على منطقه اللحيه ومنطقه الشارب لانبات اللحيه كمان، لكن فعاليته في انبات اللحيه اقل من فعاليته في علاج الصلع الوراثي او على فروه الراس، لكن بيجيب نتيجه لا باس بها، يعني نتيجه حلوه جدا ومرضيه لمعظم الناس اللي بتستخدمه على اللحيه، بيجيب نتيجه كويسه وبيساعد في تكثيف شعر اللحيه والشارب. طيب عرفنا استخدامه ازاي وعرفنا قصته وعرفنا ايه الفورمولا اللي موجوده فيه. طيب هل لازم نستخدمه طول الحياه او طول العمر؟ هو لو عندنا صلع وراثي فعلا لازم نستخدمه طول العمر. طبعا الصلع الوراثي بنعرفه ازاي؟ بنعرفه من طريقه تساقط الشعر، دي حاجه بيبقى للرجاله لها طريقه معينه، بتبقى على هيئه حدوه الحصان كده، بيبدا الشعر يخف من الجناب للجناب ويبقى على هيئه حدوه الحصان. هوريكم صوره دلوقتي تظهر على الشاشه، دي مثال على الصلع الوراثي لدى الرجال. اما عند السيدات برضو بيبقى لها شكل مميز جدا، مش حكايه الصلع الوراثي، ان هو بيحصل فراغات كتيره جدا في منطقه الوسط زي الصوره اللي هتطلع قدامنا. وبرضو العامل الثاني اللي بيحدد لنا ان ده صلع وراثي او لا هو الجينات الوراثيه، يعني لو حد عندنا من العيله عنده صلع وراثي فطبيعي ان احنا نكون معرضين لحدوث الصلع الوراثي، فده عامل برضو زي ما نقول هو اللي بيبين اذا كان التساقط اللي عندك ده صلع وراثي او لا. كمان نقدر نتاكد من خلال الطبيب الجلديه، في بعض الاطباء بيكون عندهم جهاز متخصص للكشف على تساقط الشعر وبيحدد اذا كان ده صلع وراثي او لا. فلو عرفنا ان هو صلع وراثي لابد من استخدام المينوكسيديل طول الحياه، لان احنا ما بندي المينوكسيديل للشعره او لفروه الراس ده بيحسن من الدوره الدمويه اللي موجوده لبصيله الشعر، وبيمد بصيله الشعره بالدم والاكسجين والمغذيات اللازمه لنمو الشعر، ومجرد ما بنوقفه بيبدا الحكايه دي بتروح، فبيبدا الشعر يتساقط مره تانية لو كان صلع وراثي. طيب ايه هي اهم احتياطات واحنا بنستخدمه؟ لازم قبل ما نستخدمه لازم نعمل اختبار حسية على الايدين، ونحط شوية صغيرين جدا على الايدين ونسيبه معانا طول الليل، ونصحى الصبح نشوف هل حصل احمرار او تهيج او حسية في المنطقة دي. لو حصل يبقى كده عندنا حسية من مادة المينوكسيديل وما ينفعش نستخدمها. لو ما حصلش نبدأ نستخدمها عادي خالص وما فيش اي مشكلة منها، زي ما قلنا 6 بخات على فروة الراس مرتين في اليوم للرجال، وكمان 6 بخات لو تركيز 5% مرتين في اليوم، مرة في اليوم للسيدات، ولو تساقط زيادة او الفراغات زيادة نبدأ نستخدمه مرتين يوميا عادي خالص لمدة تتراوح من 3 شهور ل6 شهور، بيبدأ النتيجة بتاعته تبان بعد من 3 شهور ل6 شهور، بتبدأ النتيجة تظهر معنا. طيب لو هو بس، هل هو بس يستخدم لعلاج الصلع الوراثي وانبات الشعر؟ لا، هو كمان ممكن نستخدمه في حالات تانية كعلاج مساعد لحالات التعلبة، وكمان علاج مساعد لحالات تساقط الشعر، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في فيديو عن تساقط الشعر، وعرفنا ان تساقط الشعر ممكن يكون له اسباب كتيرة جدا، فاحنا بنعالج السبب الاساسي سواء كان نقص في تغييرات هرمونية، في مشاكل في فيتامين د، في مشاكل في الغدة الدرقية، في نقص في الفيتامينات والحديد، دي كلها كانت اسباب ممكن تؤدي الى تساقط الشعر، فاحنا بنعالج السبب ده، وممكن في نفس الوقت نستخدم المينوكسيديل عشان يساعد في انبات الشعر ويمنع ويوقف تساقطه بسرعه وتساقط الشعر بسرعه ويبدا يقوي الشعره نفسها. ففي هذه الحاله بنستخدمه مع العلاجات المساعده، ومجرد ما يبدا تساقط الشعر يقف نبدا نبطله تدريجيا. يعني ايه تدريجيا؟ يعني ما ينفعش نسحبه فجاه كده من الاستخدام، يعني احنا بنستخدمه 6 بخات مرتين في اليوم، بعد كده هنبدا نستخدمه 6 بخات مره يوميا لمده اسبوعين مثلا، وبعد كده نبدا نستخدمه يوم بعد يوم، وبعد كده مرتين في الاسبوع، وبعد كده مره في الاسبوع، لحد ما نوقفه تماما
عشان ما يحصلش اعراض انسحابيه نتيجه اللي احنا بطلنا استخدامه، ممكن يتساقط شعر مره تانية. لكن لما نبطله بالتدريج بنقلل من فرصه حدوث تساقط الشعر بعد اما بنوقف استخدام المينوكسيديل في حالات تساقط الشعر. كمان بيستخدم كعلاج مساعد في حالات الثعلبه. طيب ايه هي موانع استخدامه؟ موانع استخدامه اقل من 18 سنه ما ينفعش نستخدمه. كمان الناس اللي اكبر من 65 سنه ما ينفعوش يستخدموه. بننصح دايما ان احنا نبدا نستخدمه في بدايه الحاله وليس في وقت متاخر من حدوث الصلع، لان في البدايه بيكون نتيجته فعاله جدا وبتجيب نتيجه سريعه. اما لو اوريدي الصلع بقى جزء كبير من فروه الراس فنتيجته تكاد تكون معدومه، يبقاش له اي تاثير. يعني ما نستناش لحد ما يحصل ان نص فروه الراس راح منها الشعر ونبدا نستخدمه، مش هيجيب نتيجه معانا. لازم نستخدمه في البدايات عشان يجيب نتيجه ممتازه جدا. كمان هو من اثاره الجانبيه انه ممكن يعمل هبوط في ضغط الدم، فبالتالي الناس اللي عندهم انخفاض في ضغط الدم ممنوع ان هم يستخدموا، لان ممكن الا تحت اشراف طبي طبعا، الا ان ممكن يحصل حدوث هبوط جامد في ضغط الدم ويؤدي الى دوخه وهبوط شديد في ضغط الدم. كمان الناس اللي عندهم حساسية منه زي ما احنا قلنا لازم ان احنا نعمل اختبار الحساسية. كمان الناس اللي عندهم مشاكل في ضغط الدم او مرضى القلب لازم يراجعوا الطبيب المختص قبل ما يبدأوا يستخدموه. في حاجة كمان لازم نقولها، ان هو لو احنا بنستخدمه الاحسن ان احنا نلبس جوانتي قبل ما نستخدمه ويكون فروة راسنا نظيفة، يعني فروة الراس تكون نظيفة ما فيهاش اي اثر لكريم او اي مستحضر بنستخدمه على الراس، سواء كريم او سبراي للشعر او ايا كان المستحضر الموجود على الراس. لازم نغسل راسنا كويس وبعدين ننشفها كويس، لازم تكون فروة الراس جافة وبعدين نبدأ نستخدمه وندلكه لمدة 5 دقايق 10 دقايق، ونسيبه على الاقل ساعتين قبل استخدام اي منتج تاني او مستحضر تاني، او اللي احنا نغسل شعرنا تاني او نحط اي كريم على الشعر الا بعد ساعتين، عشان نضمن ان اللوسيون تم امتصاصه امتصاص تام وكامل من فروة الراس عشان تبدأ تستفاد بيه. وكان في سؤال كمان اتسألته، هل بيؤثر على القدرة الجنسية عند الرجال؟ هو مفيش اي دراسات او اي سايد افكت مكتوبة داخل المينوكسيديل او اي ابحاث اتعملت وقالت ان هو بيأثر على القدرة الجنسية، مفيش اي مشكلة منه لحد دلوقتي، مفيش اي ابحاث بتقول ان هو بيؤثر على الناحية الجنسية عند الرجال. دي كانت دردشة النهاردة عن مادة المينوكسيديل اللي قلنا عليها ان هي موجودة في اسماء تجارية مختلفة. ياريت تكون استفدت معايا بحلقة النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكمان تعمل شير عشان تعم الفايدة. عندك اي استفسار سيب لي تعليق تحت الفيديو وهرد عليك في اسرع وقت.